طب استاذ ابو خليل، يعني السؤال بيطرح نفسه دائما دائما نسمعه يروج بين الفينه والفينه حول نقاء قرارات الهيئه الاسلاميه ومهنيتها. هل الهيئة الإسلامية المنتخبة ممكن نطمئن الناس إنه قراراتها مستقلة وإنه هي يعني قراراتها نابعة من إرادة الأعضاء فقط، يعني ما في تأثيرات خارجية؟ طبعا أنا بقدر أحكي على الفترة اللي أنا كنت فيها إنه ما في قرار اتخذ بالهيئة الإسلامية إلا قرار نابع من الدائرة أو الإدارة والدائرة المغلقة في إدارة الهيئة الإسلامية. هذا شيء أنا كفيل انه اقوله بعلو الصوت زي ما بقولوها، عشان احنا كمان نضمن. وكذلك انا اظن ان اخواني كل قراراتهم نابعه من الطاوله في اداره الهيئه الاسلاميه. ممكن نسمع اراء الناس من الشارع، تجيني فكره من اي انسان عرضه وكذا بيجي نعرضها على الهيئه الاسلاميه والقرار بيخرج باغلبيه او اجماع او الى ما ذلك. عشان هيك انا برجع بقول التفاف الناس حوالين، برجع بقول وبكرر، التفاف الناس حوالين الهيئه الاسلاميه واداره الهيئه الاسلاميه من شانه انه يوطد هذا الشيء، وانه يعني تستمر القرارات تخرج بس من دائرة إدارة الهيئة الإسلامية بدون تأثيرات خارجية، بدون تأثيرات خارجية. وكذلك يجب ان يكون لانه هذه الإدارة منتخبة من قبل الناس في يافا، فقرار يجب ان يكون من داخل الإدارة ومرجوعا الى الهيئة العامة في يافا. طب ابو خليل، انا معلش في سؤال بلح علي دائما انا لازم اساله، يعني الملفات اللي بتتناولها الهيئة الإسلامية المنتخبة، يعني في أكيد ملف ملفين عزيزين عليك وبتشوف إنه مستقبل المدينة، يعني هنالك ملفات يعني أنت شايفها هي سترسم مستقبل المدينة اللي بتديرها الهيئة الإسلامية. إيش الملف اللي هو بتشوفه عزيز عليك وبتشوف من الأنسب إنه تضع الهيئة الإسلامية بكافة كوادرها كل قوتها في هذا الملف، لأن لما له لهذا الملف من أهمية في لرسم مستقبل هذه المدينة؟ أنا حسب رأيي متواضع جدا، الملف الأول منه الابتداء والملف الأخير بالنسبة لي، يعني يجب أن يكون مسار الهيئة الإسلامية مستمر على هذا المنوال، توحيد الصف، توحيد الصف في داخل مدينة يافا. من خلال توحيد الصف ممكن توقف قدام أي مشكلة إذا توحد الصف في يافا. أنا ما بحكي كم مرة بنرجع نقول، ما بحكي بقول توحيد الصف إنه الجماعات تصير جماعة واحدة والحركة، لا، كل يشتغل في الدعوة كيف ما بده فيش مشكلة، ولكن كل ما يتعلق في مشاكل الحارقة في البلد يجب أن نتوحد عليها. مشكلة السكن، مشكلة التربية والتعليم، مشاكل العنف الموجود عندنا، فهذه مشاكل وآفات حارقة، يعني إذا ما في التفاف عليها وما في توحيد صف ما بتعرف تجابهها وتوقف بالها. ولا ننسى انك بدك تجابه كل المؤسسات الاسرائيليه الموجوده، هم ملتفين على فكره واحده ماشيين، احنا الركب الباقي علينا انه نلتف حوالين فكره واحده هو تجميع الصف وتوحيد الصف. هذا الملف يجب ان يعتنى به مش بس من اداره الهيئه الاسلاميه، من جميع المؤسسات، وطالبهم بان يعاونوا الهيئه الاسلاميه على توحيد الصف ونبذ الفرقه والخلافات الضيقه والمصالح الضيقة هنا أو هناك. بلد يافا محتاجة منا لتضحيات وتنازلات، إحنا البلد محتاجة إلها مش بس لإلنا، لأولادنا وأولاد أولادنا. طب كيف ممكن إحنا أبو خليل، معلش يعني أنا يعني بسمح لنفسي شوي، كيف ممكن إحنا فعلا نعزز اللحمة بين أطياف المجتمع الواحد؟ يعني كيف ممكن إحنا نعزز هذه الوحدة؟ أولا يعني بدأنا بهذا في الهيئة الإسلامية، فعلا بدأنا فيه. مثال، أجيب مثال، في رمضان عملنا إفطار جمع جميع المؤسسات في يافا. يعني مزبوط هو إفطار كان بلش يعني بشيء بسيط كإفطار في رمضان اللي هو شيء بديهي يعني، وكان في لقاء جماهيري ممتاز، كان استجابة من الناس ممتازة، كان رد أفعال ممتازة عند الناس، يعني شافوا شيء جديد في البلد. نعم. إنه جميع المؤسسات التفت حوالين الهيئة الإسلامية مع الهيئة الإسلامية لإقامة إفطار. إحنا هذا بدنا إياه من هون، الحوار، لقاءات الحوار بين المؤسسات بين الحركات الدعوية، حوار، نطلق حوار. وأهم شيء بحسب رأيي، أهم شيء في الموضوع عدم التحزب العنصري للحزب أو لجماعة معينة. كنت تحزب بالحق، تحزب بالحق، هنا تحل كل المشاكل. يعني هذا رأيي البسيط والمتواضع. يعني
مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا البرنامج، نشكر الأستاذ الشيخ أحمد أبو لسان على هذا اللقاء الواضح والصريح، وإلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.